انتم تدرون كاساس طلع مدرب لياقه بدنيه للمنتخب العراقي واسود الرافدين وصاحب القرارات والاختيارات واستدعاء اللاعبين لتمثيل المنتخب العراقي واسود الرافدين ما بين المحليين والمحترفين الكابتن عدنان درجان رئيس الاتحاد العراقي. اسمعوا هذا الفيديو اللي رب الانتقاد ورب التناقض للاعب المنتخب العراقي سابقا الكابتن طالب تشلوبل ربما لاعب نادي الزوراء والشرطه سنه 1905 لا لا ندعم كاساس ولا ندعم درجال ولا نكون شهود زور على التاريخ بكرة القدم عيب علينا والله. كل اللي موجود بهذا المنتخب المدرب ماله ممرن وهذا اللي مسوي نفسه هو علامة بكرة القدم بالاتحاد هو يقود الفريق وهو يحشي بالعمل التكتيكي بداخل الملعب وأمام أنظار المدربين وهاي مصايره بتاريخ كرة القدم. يعني من المؤسف كابتن محترم مثلت المنتخب العراقي واسود الرافدين سابقا ولربما